أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال لقائه ممثل الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل على الدور المهم المنشود من الأطراف الدولية المؤثرة كالاتحاد الأوروبي في دعم تحركات راهنة لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ووقف نزيف دماء الفلسطينيين. وشدد الطرفان خلال اجتماعهما على ضرورة التوصل لوقف الإطلاق النار في قطاع غزة ووقف العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، فضلا عن ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية بشكل كامل وآمن إلى القطاع وفي جميع أنحائه لتلبية الاحتياجات الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة.